البلايلي ويحيى عنتر يحيى، معناها كيفاش تقبلوا المواجهه المقبله مع بجايه في الشامبيونز ليغ؟ قالوا لنا تطلعوا قبل بثلاث ايام تحب نفرحوا بكم غادي. قلنا ما نعيش عليهم، قالوا نعملوا عليه ليش ولا حاجه. وبعد نورمال قالوا معناها مش يكون صحيح ماتش معناها تشامبيونز ليغ، عمرك ما كاليفيكاسيون لازمك تلعب معناها الماتش تلعبوا 100% فماش سيل المنافس، وان شاء الله معناها نكونوا حاضرين وان شاء الله معناها نروحوا بانتصار، معناها غادي بشهر لنا مباراه الروتور في تونس ان شاء الله.